الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله إلهي سبحانه وتعالى كتابك سوحو إن بدن كسوع العليي شيغيستا إريغا الفتنة إلا لحدن شربي كلمة سكوح سنتهاي قرآنك كريمك حديث النبي كان عليه الصلاة والسلام شيغيستا فتنة آد بوغسون غنغوتن وإني محمد عليه الصلاة والسلام صحابة يوم مدي سكدن بي سيبا وحوها ناصح أمينة ونا قودة كتل يدن تودة وحي الدين تودة يا الدنيا دودة ونا أكسن با وحيي لينا وقدقة معنى يالبا ذنبا فتنة دا كل هذا في القرآن والسنة وحا معنى ياشا سي قودهان يكسو روريان فتنة دوين ايتهاي كل ما ينقص دين المرء أو يزيله وحكس توقفك الدين تيسا نقصان قلنا هي وإيمان كيسوينو هاسو دعا السبب هي إنو دنبابو إلهي سبحانه وتعالى وكفو قادر دحشينا هي وحكس توقفك يرين يقفك على كعب سيسي يدين كدقن كيسا وحكس توقفك السبب هي يقفك إنو ضيعو واجبات كي حقوق دا إلهي سبحانه وتعالى وصاري أما وحكس توقف كدينتي سماشة كساري وقنت كمرية سأقال لماذا النفاق اعتقادك أي شركك وحيسكوا وافقين علماء الإسلام وكتب السنة في الاعتقاد يكو قرين أن اختلاف المسلمين وتنازعهم على الدنيا واقتتالهم عليها فتنة باتفاق وبلا خلاف مسلمين توين يسكو خلافان يكون مرمان أرنا الدنيا والدنيا خلاف أصابته يا عداوات يا إسنع إلى الدنيا أصابته إنا إسلايان وديقو دا إداديان إسلاوعان أما النفوه دا قار كم دا إتشاران أرنا تاسي بلا خلاف فتنة إنا تهي أي علماء الإسلام يسكو وافقين وحشالي كدعي ودن كينا شكي كومتشيرو قف إلهي دينتي سقرانيا وإلهي كبقايا حق إلهي مويانا دين عكلنا نسكيه هيني مورا المقل انكرار انتاسين فتنطه وهي واحد اللي اسكوها استواء الدوية ضدك عدة صوكي عين إساء اسكوهر قين إساء وضدك كرسي قيام رحتني ماذا اسكوها هي تاسين هو الدوية الدين ماها رقي كرسي يسكو قبطي اوليب الدين كو حكومة ايه ايا خلاف كارين تاسي كده شي ايا دقال كارين تاسي كفر عمي انو فتناها علماء الاسلام يسكو وافقه محادو مالين ايسا اذا نبصع عن بتحكيمي الى تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله واعلاء دين الله سبحانه وتعالى مرلباتك إلى فتنة هاي وحموتشنا يا نتائج تحن أرنت أسيك دلتي ونفى مسلمين إلى كجوان رسولكم عليه الصلاة والسلام حيري لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم بغير حق رواه البخاري في صحيح الدنيا نجيب جيد وبين باب بعضه وأنا كتيرين ضدك مسلمين تاعي وبابا يهلاك جاي كبد بادان يا إلهي سبحانه وتعالى كلفظت قف مسلمين للدلو قفك مسلم كإلهي كليين يا ربي سبحانه وتعالى عابدية إلهي أكتي سقيمة وين بكلية معنا الدرين وكل انتو سحق درائن لو الدلو إلا داو عودي قيس اللدادية وجريمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى والدم بآدي آدوين إلهي سبحانه وتعالى أكتيس سؤالنا وكدن بيساء وقفك قف مسلم الدين وحا لويدين دونا وحا وكد لي إلهي سبحانه وتعالى ويدين دونا وسؤال سوغي سوي
ابن عمر وحده رضي الله عنه إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك دم حرام الرماها لست علوس يقفك النفتي سكر دا ميل وقبحان وهيسا الدنيا دا عرير وكنا ولانا آخرنا حال دا دقي أي سقيان وحكم دا قفكو ديق حق درائن ودادية أيها المسلمون عباد الله واجب وحكوا ضدك أهل العلم قاعه إن أنا الرماهن وكلاء وقاع مسن وحنا الله رندونا يو حبال قاع شيء دونا يضد باكون عدونا واجب كوا قف ضدك حق ينوشاقه وفي ذلك فائدتان رنت أنا لب فائدة كتيرة فائدة كواد واحد تاي إنه دمدي سيلاه هرتي بريه له أو النقد مدفولية دردارا كلي محمد ويري لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق أو يعمل به إذا علمه متكين هيبة ديس قدتك وكهيبة ديسان أيو أو اسكر دوريا يعني ودي ذن حق إنه كوها الله يعني كو عمل فلو مرها دي حق وعداد أو قرته فإذا لبادة كتبتانا وحيتهاي إن دتك قار كود إلهي سبحانه وتعالى وقوام فعونا قاسو شيقي والدين تودي الدنيا دود لبادو با أي وقوبت بادان وحكالو تار راعي إن مركض دنباد دادكو أي مير سدان السكرات دي فتنادو أي كبا أدو أي ساقا ديب وقصو نقدان وموقف كي حقا هاي وستاقي أي مهديان معبد الجهني وحكم دها دادكي كقيب قاتي فتنة القراء علماء بدن بان مريبو ويري وحيوم وقتا مد حق السيدوها وشاق حسن البصري موياني نانو تشرين ما رأيت مثل الحسن بولي يا ويلنا أطعناه حسن البصري لن لمدة ما نارك بولي عالم لمدة يدو الله عايو للي هايو عجل حاد كده جيساني سانا الدون كان وفتندو هاي على وصنطة هايو ضدكو حماسات يا عادي فتبضان ايو هايان أي وحي لا تاغنا حجاج وشركي سايل قرانينو والحجاج وعذاب إلهي دنبي عاد قشين بان الصوابي والدنبي عقاب كإلهي سيفيه نسكي قبل دفاع كرتان الدقال كيسكد أيو إلهي سبحانه وتعالى وطوبت كيرا والوقع عايه مركي الدنبات سموقف كي سيبال لمهدي وكوه فتنة داق قلية كسو الدوغي وكواله الله ميانو أدعنو حسن البصري انتا أنن فتنة سيئنا انقلين فتنة الدباعة دي دا ايه كمتاي ان مركة وردتك اي سقر حصو دتك انا قونت بدن لهين اما ايمان حوك بدن اوحرا ايه ورع ايه الدين انا ديبي ستاقان ايه وحبصدان وصوابا اهد بي فتنة ولق روح بدن تاي وابي الله يا ابي انا وي قرصنا يا قف كورا روحا وا فتنه اللي فينا وقت جوجا ودينتينا يا دنيادينا يا ريس هاينين وسيده ويرى الحسن البصري رحمه الله الفتنه اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاهل فتنه مركز سوس عطو ددك اله هي قالنا يا احكامتي سايا قرت روحا سوا فتنه يا ايدين جيرينا كجوجا أسيها تيمر كي دبت شهدي سوح إواحي بربورين إسي عرضا دقاها كدقا إساي كدكتو إداد بضاني أولي انتانك وكلا يكونا وعمان الدوية وبابادو لدن بابو إلهي اللي قفو قادو قفو اللي بوو قرطايرة فتناهي أرنتانا تساليه إدا ما أنت سعد بينوهينا واحد بضانوه نصوه مري ودقالو إيا خلافات إيا فتن إيا عداوت إيا قبيالة دها ما أنت ضد كورد ميوي قرانا يا وحاس وحنين وها وقف ما أنت أمانا يا أما كفانا يا مجرم حتى كويك قيب قليه كسو الدوغي إن بدانو كميدي الحمد لله بيلين إن ما أنت لشاك شاكو لصو هذا القادو إياق وليب اللغو شاكو آد بيوكرا هي سريع دبي عدد فتنة داية كميتح علي بن أبي طالب واتقرر رسان والرسولك عليه الصلاة والسلام من أدير كيروما وأنك يقول أحد فاطمة بنت رسول الله ومن أهل الجنة
هذا فتنة يا دعدي دحمرتي السجا يا معاوية رضي الله عنهما أجمعين مدنا دجال يقوم صح سرير علي كان على الحق لكن دجال كما دام نبكيسو وكبرنا واحتركيسا حتى علي يقوم صح سرير السجا لفتي سايانا تاقري مركي فتنة داسي دجال كاسي ودم هذاي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحكوا واقع إريب بدن وتصينية سيدو دقال كاسي وقور ورسنا سوى رسولك عليه الصلاة والسلام شاقين ويهي على الحق وحو أماني صحابة دي فتنة داسي كهري وحو يري اللو ناكسنا موقف يستاقين عبد الله بن عمر يا سعد بن مالك هدو خير يهي أتركي سوينا هدو شري يهي ندن بقي سويرا وحو يري إمام كيلوران تيري أيوب السختياني سو كور رميا رجع لماذا يقرادها فتنة ابن الأشعث وضد بدن يكون دنتين كقب جلي وحرمت كستوا كل دنتي دمشق دي سال ما مهدين ولا جحم هذا إنه هلك كل دنتي دمشق دي لفت هذا أيك لو نعكس قف مال في عن كل دنتي والله هو با إن دمشق دي ساسي أي تهاي مدان وكدن باب هين بل إلهي سبحانه وتعالى مدود وين يساو إلهي اكتس درجوين ويليس يقف فتنة كل انتي اسكم ادماها ونسأل الله يرحم جميع موت المسلمين مدكستو فتنة كبت بعد وكل من نجا منها حمد الله على سلامتي مدكستو كبت بعد إنا مركي الدنباء إلهي موقما هاد نقاي إنو إلهي بدبادي وفتنة سكوي صايتي آنو كم النقن ونديم على ما فعل وحي وسميوها كقيب قادشة فتنة أسنع آدي أدبو قمرو قودي أو قحم هذا أيها المسلمون عباد الله دين ماها عقلنا ماها موقف صحنا ماها إن قف مسلمين وودين طا قف كرسي سقو الدفاعية أمدونية داد كي مسلمين تايا هوري فتن كمارك الله قوية يا رب عادفتي حماس مواقف تولو كوميس لينشرين وحيق تشيرين عواقب الأمور في تنظر يوحك دلانية انت هده بدأت بي كتاب كانوا كوميزام تشيرين انت هده بدأت بي موقف قادن تشيرين صح وحيس ديلي مروان بن الحكم إياه الضحاك بن قيس إياه كرسي سكوهيستا نلو ورن تشيري الأسدي يا مروان بن الحكم وفرين ودري قال دغال كان غلق قيب قلبو يري دغال كيبو كدي دو دباتنا و ايريو اد بو عايو واف لغادي فلي با تهايو معنا ملي دو خلبا وا كو يري غبيو ماركي دنب تري اد يادو قيما بدن وقتي انن غار اهن اد مناسب او اه ولست مقاتلا رجلا مسلما على ولست مقاتلا رجلا يصلي أنا أقول لك الله ما يقف مسلمة وتكنية على سلطان آخر من قريش كل لك الله ما يمتك الله يسمون قريش كميدا والله بني نسكر ريرا معنوهم كرسي قيمة احتني مدي كل لك الله ما يقف له سلطانه وعلي إثمي هدو قارة كرسي قيمة احتني مدى ما يوصق ناته ساقا يا إسكاله ومدح كنا قنية أنا قنا الدنبي قدت كي أن لايي بربر كان جيستي نبت قال يا الدرضي خلخل كان صوابي عيدا عيد تمي وحاسو دن دن بجد لك قد في مايو هبل بعد كرسي كفريسس أما هبل بعد كرسي جي سادو إلى لس إلى إبا سبحانه وتعالى قال حساب تمية أعوذ بالله من جهل وطيش بوري إلى إبا سبحانه وتعالى كم جن قليا جهلي جهلي قوى الله بقى قوم ضره يوحي علمي عن قرينا كعمل فلو أيوان خلاف waxa kala in ilaahay kama gangalaya fudayd fitna inaan gala saabi ugu noqdo oo dagaal fitna muslimiinta u dhaxeeya iyo khilaaf inaan qayb ka noqdo abdullah ibn mas'ud radiyallahu an ayaa waxa la waydiyay fitnadu markay dhacdo yaa u shar badan faqala kullu khatibin misqa'in wa kullu raakibin mudi'in fitnadu markay dhacdo laba u shar badan oo fitnada abaabul keeda iyo hurinta dabkeeda aad uga qayb qaata marka dambana ku horeeyas ay sahayta noqda ka koobad waayo wa fitnada ka minbarka u saaran
ku baaqaya dadka ugu yeedhaya abaabulaya ee u qurxinaya fitnada ee wax fiican inay tahay u tusinaya minbarka uu saaran yahay halluu ka khudbadeynaya meeshay doonaysaa noqoto masaajidka ka khudbadeynaya ama meel kale waxa kale u shar badan mid kasta oo gaadiid u saaran mid kastoo fitnada faras u fuula oo muudica ay musricun ileyha xaggeeda u degdega oo mar allaaliya marka dhawaaqeed iyo qaylodhaanteeda la maqlo isagoon waxba hubsan markiiba faraskiisa intuu heensaysta ku booda oo halka dabkeedu uu ka baxayo u dhaqaaqa dabeetana fitnadaasi ay sahayato noloshiisii oo adduunyadiisa ah iyo aakhiradiisaba ilaahay baynu subxaana wa tacaala ka magangelaynaa fitanka maa dahara minha wamaa batan ilaahay baynu subxaana wa tacaala u weydiinaa dadka muslimiinta inuu siiyo arag qalbi oo saxa ay ku gartaan fitanka fasaadka iyo sharka ay u leedahay diintooda iyo adduunyadoodaba ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa dadka muslimiinta quluubtooda xaqa inuu ku mideeyo khilaafka iyo khalkhalkana inuu ka fogeeyo aquulu qawli hada wastakfiru llaha liya walakum alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فتنة لبا رمود واوين باصابة أرنك كوبات وترك العمل بالحق أمرك لبادنا وترك الصبر على الظلم وحق إن لغو عمل في الواية ka dhaco ka raaciga ee dadka u talinaya ama arrinkaasi ka dhaco dadka loo talinayo ama labadooda mid waliba qayb ku lahaado shakiina kuma jiro casrigan aynu nool nahay muslimiintu xukaam iyo maxkuumiinba xaqi ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey si guud marka loo qiimeeyo inaanay ugu camal falin oo aanay ula iman bal xataa cid xaqa u hadlaysa maanta inay yar tahay in badan baynu maqlaynaa iyadoo la leeyahay sharciga ha lagu soo noqdo iyo shuruucdiibaan anuu ku taaganahay iyo hebel baa sharcigii khilaafay waxalaalo waxaa sharci la sheegayaa kii ilaahay maaha kitaabkii ilaahay uu soo dejiyey iyo diintii ilaahay uu amray in dadka lagu xukumo waan ixkum baynahum bimaa anzala allah iyo taacadii ilaahay iyo rasuulkiisa ilaahay lagu waajibiyo yidhi ya ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha waatiicu rasuul shuruucda la sheegaya waxay dadhoobdhoobeen oo weliba aan lagu kala baxahayn oo maalin walba murankeedu uu taagan yahay xaqii ilaahay cid u hadlaysaa maanta aad bay u yar tahay dadka badankoodu danahooda ayay u hadlayaan ama dad kale danahooda ayay u hadlayaan marka xaqa haddii laga tago siduu yahay loogu camal fali waayo dadka ilaahay wuxuu ku ciqaabaa quluubtoodu inay ismaan dhaafto oo khalkhal iyo khilaaf iyo muran joogtaa ilaahay subxaana wa tacaala u dhex dhigo arrinka labaadna waa iyadoo la sabri waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray qofka madaxda ee muslimka ah inkastoo dulmigiisa iyo gaabinta uu xuquuqdii lagu lahaa ka gaabiyay ay badan tahay in loo sabro haadihi xaqiiqatun dakarahaa rasuulullah in kaanat mura wa xaqiiqo uu sheegay rasuulka ilaahay weliba uu ku sheegay casharaatu laxaadiif tobanaan xadiif oo ay tahay an tubatha alyowm fi lmuslimiin muslimiinta dhexda maanta in aada loogu faafiyo iyadoo cidna aan loo aabba yeelahayn qofnaba xaakim iyo maxkuumtoona saxaabatu rasuulillah sida muslimu ku wariyey saxiixiisa waxay weydiiyeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka warra hadday madax noo noqdaan umara inta amara calayna umara yas'aluuna xaqahum wayamnacuuna xaqana kuwaasoo xaqoodii aan xabad ka tagaahayn oo naga oofsanaya kii aanu ku lahayna aanaan ka helahayn maxaanu yeella waa su'aal cad oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabatuhu lkiraam ay weydiiyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isbiruu xataa talqawni cala alxaw sabra waxaq darada iyo dulmiga aad tirsanaysaan u sabra ilaa darka dushiisa yowma alqiyaama aad igula kulmaysaan innakum satarawna bacdii aatharatan wa umuuran tunkiruunaha fasbiruu xataa talqawni cala alxaw
إيه بدن بادر كي دونتان يا ريمة بدن وعد سلوكتان صبر أبو الرسول عليه الصلاة والسلام نبي محمد مظهر هذا مو أورن دجا الله مو أورن أمر ديدة ما رح نكله ريمة هذا مو أورن وايو تاسي دبعت هذا عدل إسحاق كوين دبعت هذا لقى عبانيه وأنا قضية تاريخ هذه دي بلا راعو سوتشيرين وتحناء وشغل الإسلام إنه تيمية وحير هذا قف كستا أما كوح كستا ونن مضحو مسلم كهري ما مرديده كسميه لدقال انكي سنهو بقاطي وحي خربين با كبدا وحي هقاتيين ما أفسدوه أكثر مما أصلحوا ولقودنا عاقبة يعرف عن مي قاربوري ما أنتنا واقعين عاد بين وارقنا إمسا يا دولة إسلامة سنددي إن دافي ظلمي مدحدو ده لغا ترسان أي لو سبري واي ودبتنا نتيجة ده أي نقطي وحا ما أنت أي نقو أرقنا ليبيا وحا لغو أركو مصر وحا لغو أركو يمن وحا لغو أركي إن بدن وكمي ده نولك إسلام قفك مسلم كاهي وحيبا فتنة ده وكقبت بادا وحا كمي ده أن يعتبر بغيره إنه كعب رقعة تودد كيف فتنة ده وقوه الرئي محي كفايدة فتنة ده وقوه الرئيين الدنيا ده ودي ميه كوها قاكتو آي كو قررده إيمان كو دي يالك عبسي كو دي ميو زيادة فتنة ده موحي كاكسب ده حفظ الحقوق حقوق ده إلهية تخلقي قبين إلاليان سوحي كاكسب ده نوي كم مالين تضيع الحقوق يا الفساد في الأرض نول كيري فسهاديين نبي محمد وحرساب داود وكوري سننتيس إن السعيد لمن جنب الفتن قفك ليباني قوليستي واك إلهي وافتشي فتن كينو كفو قادر صدح جربو رسولك عليه الصلاة والسلام ورادة وكعليه سقو تأكيدين يوات كينية هذا هو السعيد ليس السعيد من خاض فيها قفك قوليستي ماها كفتنة لح عرارة حتى آنه بصن إن سويدين عاقبة ديدة يوحي نقون سيالك يقدم بين اسم كاسي مقول استلا في الدنيا ولا في الآخرة بل وحو قدن بي مروغو يا مركز طوحو دح قلا وحسوس طارين تاسي إني قلبي جيسا آدو حاجته كان فتنة بكدعين اياك قول استلي باني ولمن ابتليا فصبر فواهن قفك الله امتحاما فتنة دي إلا سوى قدبوناتو ميشو تشوغا يكدعضو وقت قول نولا يدعضو وفتنة دي نفتي سكسة برسية فتنة دي كمهاري كرتيد way su ka qurxinaysaa shaydaanka kugu riixaya dadka abaabula yaad bay u badanyeen magacyo badan oo fiican baa loo sameeyaa la huwinaya ka hadisteeda aad loo dhaleeceynaya loo ceebeynaya walaa filagaadeeriya cida ka dhaama tirada ka hada marka qofka waxa ku riixaya waa badanyeen naftiisa qof la jihadeeyo mooyaane qof kale fitrada ka maari karo marka asbaabteedu ay saasay u badan tahay qofka fitnadi la soo gudboonaato ay naftiisa ka sabirsiye ka xira الله عودي بول رسولك عليه الصلاة والسلام يعني وناك سنة قبك فتنة أي صور ارتي نفتي سكات كاضي فتنة ديك الصبري قبك مسلم كايمر كفتن كعدي وقوه الرئيسي وينو كعب رقاته ضد بدن باب مالمان هاد ليي وكم إذا ضد مدهارة الظهر أما يسكهر إما الظهر ودن كان كدعي كدعه وعمي كل حد بلدي باتوين يكسو قادي فما اللهم اليوم يا كو أمانة مانتا يا وحكوسية مانتا يا كو درجيه مانتا ولا أحد إساقا يا نفتي سايا لوكا لتغي كي دراد دي ودقا حوتورة يا محبت دوري دينا واربو ماها يا منا يقانا مانتا ميانا يا هين مركا ميزان صحال الله صارو أرينا يتهاي قفك مسلم كاي نفتي ساين وقبوه أو كفو قادو أيها المسلمون عباد الله هدين دوينا فتن كائن إنه كفوا قانا إنه كدة ذا الله أسباب تها فتن كلا جابت بعض كوا حكا عبادة ده إن الحق العبادة دو تشيسته إلهي بس سبحانه وتعالى فتن هذا مخرج إيمال أو قب حذو كوي إليه وما يتق الله يجعل له مخرجا أو يرزقه من حيث لا يحتسب سيدا سوى كلا عبادة ده واحد كم مشغول إسا فتن ده أتك غيب قليل لهي رسولك عليه الصلاة والسلام وحول السيدة بخاري مسلم باي وريين العبادة في الهرج كهجرة إلي عبادة وقت فتنة قفكو عبادة وحي لقيمتها هجروا حقيقة لسو هجروا
رواية الطبراني وحكتمي في المعجم الكبير والأوسط العبادة في الفتنة عبادة العبادة استوقتي وقتك في تنظر وقتك نقل فتن كان يتاقين نفط هذه العبادات ككو مشقولي عبادة وقتك نقل سميات بيوفض لبضانت وايو وقت ذاتكو أي غفل ذي سيين والله قايا فر الذي إلى هاي وصارين يكون عفان فتن كاي يبو قود يسكو هريمات كود وحكمي دو حيابا فتنة لقى قبت بادو عدم الخوض فيها إنا ندحقلين وحتى أنا دي ستاقين فتنة وأنا ضبن بحين هذيكو رسول كوحود عليه الصلاة والسلام سيد بخاري مسلم باهي وريين إنها ستكون فتن فتنوين بعد عدونا القاعد فيها خير من القائم قف كدح فردي يوحو كخير بذي كدح تاقن والقائم فيها خير من الماشي كتاقن نوحو داما كفتنة دح صعدة والماشي فيها خير من الساعي كدح صعدة تلابين أيانا وكخير بذي وداما كدح ورداية فتنة وعلى رسولك عليه الصلاة والسلام من يشرف لا تستشرفه فتنة قفك أبن بحا يودد إذا استاقى كوي سهيان يساوي لتك يساوي رسولك عليه الصلاة والسلام ومن وجد ملجان أو معاذا فليعذ به فتنة ماله كقلو كقبض قفك هلا كقل أبو رسولك عليه الصلاة والسلام وحكم إذا أسباب تلقى قبض بعد الدعاء ويوه انتهي إن إلهي فتن كانت كما قنقشه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابي تعوذوا بالله من الفتن سمسلم كوري صحيح فتنوين كإلهي كما قنقل هوي رنينه فقال الصحابة نعوذ بالله من الفتن صحابة واحدة فتنوين كإلهي بأنه كما قنقلين وحاكم إذا ددك أهل العلم قاء الناصحين تاه إددك الدين تودي الدنيا دودة يا عواقب تأريمه دي مستقبل كودبا إيجا يدنين إياه إن لا نقضوه وحلوي ديه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وآداب وإن بأعيد داس الشكت وعددك مسلمين تأريمه وإن مركي لسوا الدرسان إن أنا يدقدقين أريمها وركودنا إن أنا فافين وإيوه dad baaq waa maqal dan qaadanaya oo dadka diintooda iyo adduunyadooda wax yeelaya arimaha dadka nabadgelyadooda iyo masiirkooda iyo xukunkooda iyo hoggaamintooda ku saabsan dadka ahlul xalli wal ilmi wal aqdi waa inay ka tashadaan laakiin caamatu naas warkeeda in la dhixdhiga waxay khilaafsan tahay aadaabta aayadaas ay sheegtay waxa kamida waxyaabaha fitnada lagaga badbaado qofka muslimka ilaahay subhanahu wa ta'ala وفتنة كجبت بعدين أيوه إن قفك مسلم كاهي ويسكه وصدورك كل شيء جيه أنت بدن وربا صابوا فتنة سلفك وقت جاء فتنة ويتاجن تايو كلا وركب ويسكح الشرير حتى هنا دقيستان سيان ورك فتنة وقلب جودان وراد ويعلا وحق جودان وتشيدن إلى هيبة تاين أمره يدي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا dad badan baa war ku keenin doona qaar badan baa fitnada ku qurxin doona ama qaliin waa dhageysanin saad bin abi waqas radiyallahu an aya waxa lagu yiri halkan waxa yaala 4000 oo seefood macna 4000 oo nin oo hubaysan 4000 nin oo hubaysan dhamaantood waxa halka la soo taageen oo markii fitnadu ay dhacday saad bin abi waqas baa maanta umudan oo xaq u leh umada inuu hoggaamiyo محار هرمي كارد جايو هذا عرتي. مركب في تنظر عضي مقالوا إن كيبوس كجف قادو مي باري كرة عني. وربي وياي مش كسوق عبيد هادين. ما أنت نين كاجا مدني مت شرعي إذا كنوا كود يرسي. ضد كوادي كود تاجر سين كوه اللين. في ترى الدوان إني كور ريحان. وحول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أفر تكون سيف ودات شيء جيسان. واحد يقصوا صار تان سيف قرة. وكل جرنا يس مسلم كي يقالك. وقال كمر كان كوفي قنا قبصنا إسا مسلم كمر كان كوفي قنا ديبو جسوب بوديس يعني سيف أنا المسلم كدلين إيه كان بود حقيقي كان يعني روايات كقار كود سيف إلى حد لا يسوي ورانا إسا كان هو مسلم كدا كان هو قال وكل فمر كذي كان تانو بنجلي يا بود عبد الله بن عمر رضي الله عنه أيه الجويري حلا دجالهم الله ذي رجي غير كوا كود دجالهم أيه مركز سوي حويري من قال لي حي على الصلاة أجبته
وفك الصلاة يقول يا رواتي بيا. ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال حي على القتال قلت له لا. كي يقول هذا الدقال يا فتنة مسلمين تنحت الله قال يا كقيب قل وحرنا يا مايا مرك لو حري قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنتم تريدون منا أن نقاتل حتى تكون فتنة. أن قوان الدقال الناي إلا فتنة دي عن الصلاة بينه أن حال وشركي جي عن أوده والرقني. إذن كنا واحد من الذي هن مانتا قال يا دغا الله ما ساي فتنه ودعه مسلمين لا ديلو الا خلافه تفرق المسلمين تدحقلو عداوه هي اسنعي وفتنه تاساد يغو يرسان بور تان يدن كيلي مايو وكو رغي رغاها الفتنه مره لو قرخيو الى كتاب كيسا ونقن جيري سي صحنه وفكر جيري ددك وها ودرن قف فدو وحبان سويدين هين او لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا كسو كحدي لا يراهدو مركي با سو كعيا ما خا لو كعيا ما خا لو دغالميا يا ما خا لو هادليا ما خا لو بوقيا انت اسو منما سويدين مايو ما خا سا كدنبيو نتيجادو اي نكونيس وانا وحا ما انت مسلمين تا فسهاديه دين تودي يا دولكودي يا خيرات كودي ويغو ادوي دولكو وفيعنا كنول هدانا دولكودي ان بدن اني نبد كو هايسن وخيرات كودي عيد كلا اي غورانيس ويجي لك الجوجو عداوات يفتن الله نحدي. نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.